مرحبا بكم. نفذت أسر الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء اليوم الاثنين وقفتي احتجاج، الأولى أمام سجن احتياطي هبرة، فيما نفذت الوقفة الأخرى أمام مقر الأمن السياسي. وطالبت الأسر بإطلاق سراح أبنائها المختطفين الذين بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في 9 من شهر مايو الجاري، احتجاجا على سوء المعاملة من قبل ميليشيا الحوثي التي تختطفهم في سجن هبرة بعد عزلهم في غرفة ضيقة وتعذيبهم نفسيا. ونشدت الوقفات نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الضغط من أجل إطلاق المختطفين ووضع حد لمعاناتهم المستمرة.